تذكر مراقبة الله عز وجل للعبد. إياك أن تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك، إياك أن تجعل الله أهون الناظرين إليك، أو أن تكون ممن قال الله عز وجل عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الأمر الثالث أيضا تذكر نعم الله عز وجل عليك، تذكر نعم الله عز وجل عليك، وتذكر تقصيرك في جنب الله عز وجل وفي طاعته وارتكابك لمعاصيه، حتى يحملك هذا على الحياء من الله. هو سبحانه وتعالى يتحبب إليك بالنعم وأنت تتبغض إليه بالمعاصي، خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد، يعني كيف يليق هذا؟ كيف يليق هذا؟ يعني وأيضا أنت حينما تعصي الله عز وجل فإنما تعصيه بنعمة من هذه النعم العظيمة التي أهداها إليك ولم تبحث عنها ولم تحصلها أنت بنفسك. التعصي بالنظر الحرام، بالقول الحرام، بالاستماع إلى الحرام، بفعل الحرام وممارسته، بأكل الحرام، فأنت الآن تستعمل نعم الله عز وجل في محادته ومعصيته. كيف يستقيم هذا؟ كيف يستقيم؟